صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 96 لسنه 2023 بتعيين مدير في هيئه المعلومات والحكومه الالكترونيه وذلك بعد عرض وزير الداخليه جاء فيه تعين السيده لطيفه محمد العباسي مديرا لاداره الابتكار والتقنيات المتطوره في هيئه المعلومات والحكومه الالكترونيه